لله على السلامة يا فراس. الحمد لله على السلامة حبيبي. ازيك يا أستاذ؟ ازاي حضرتك؟ استنى بقى اما نطلع العظم القديم. لا 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 فشر، لا فشر، اتفضل. اتس اوبا. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. ازاي حضرتك يا استاذ؟ المايك على طول في حموتها كده. اقول لك من دلوقتي ارد عليك. انا مش عارف ان هم هنا. حاضر. ها؟ اوكي. ما اعرفهمش. ما انا ما بحبش اقعد اخاف يجي لي حاله. والتليفون يرن تطلع المايك. والله لو اتدغدغ المايك، لو اتدغدغ المايك الاستاذ رمزي ملوش دعوه خالص. السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا حضرتك اول ما كلموني ركبت العربيه وجيت. على طول. انا كمان. والله ما كلموني. بس انا جاي من مصر. حضرتك جاي ماشي. يا نهار اسود النبي. والله حركت اموري. لو في الامر هيجي لك والله. لا استغفر الله. لا والله العظيم وحياه ربنا خبر ابيض. حلو برضه يا استاذ رامي. احلى حاجه. احلى حاجه في الدنيا عشان بيبقى رواق ومفيش دوشه. انا كائن ليلي. انا كمان. انا كائن ليلي يعني. انا كمان. انا اصحابي مسميني الوطواط. انا ما انا كنت بشبه روحي. انا بكلم نفسي اخر الليل بقى طالع بالحته العربيه كابرلي. كابرلي. قول كابرلي كده يا استاذ رمزي. كابرولي. شفت طالع منك ازاي؟ ما بعرفش انا اقولها زيك كده. ايه سلام. والله زي ما بيسعف يعني برضه طالع منك تشرف. انا بقول ايه كابرولي؟ شوف شكلها وحش. لا هي مش كابرولي. كابريولي. 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 ريو. اسمح لي بقى. احنا بالليل. انا قاعد معاك هنا لغايه ما يبقى الليل صاحي. انا مش شايف. والله ما انا مش شايف. انا صاحي. نرجع من الاول بقى خالص. اولا اسمح لي ان انا بشكرك تاني وتالت وعاشر ومليون مره. عم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. حضرتك منحني الشرف ده. يعني وانا شرف ليا انك انت قاعد معايا. عفوا يا استاذ. انا اسمي احمد محمد صلاح الدين السقا. عظيم. وانا اسمي رمزي محمود بيومي ابو سعود. احمد دي جت منين بقى؟ حلمي حليم. انا احب اعرف. انا لو حطينا بيوم قال لك بيومي دي تقيله قوي. رمزي بيومي. رمزي محمود بيوم. فقال لي احمد رمزي احلى. قلت له احلى يا اخوي. وانا هتقاوح يعني. الاسم اللي في البطاقه رمزي محمود بيومي ابو سعود. بيومي ابو سعود. ابن الدكتور محمود بيومي رحمه الله. تمام. والجد بيومي ابو سعود من اشهر مربي وتجار الخيول العربيه في شبه الجزيره العربيه. وهنا 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 الخديويه ما كانتش تشتري حصان الا منه. الخديويه. الخديويه اللي هو الخديوي والملوك يعني بتوع الخيول العربية الأصيلة. ما تشتريش خيل حصان عربي إلا منه. كان يفهم في البلد لاين وصلة الدم والحاجات. هو من نجد. هو طب نبدأ من قصة الحاج بيومي. الحاج بيومي سعود. احكي لنا عنه شوية. كان تاجر غلة. كان يشتري الغلة هنا ينزل بيه على هنا ويروح على سفاجة ويعدي يروح جدة يبيع الغلة يشتري خيل ويرجع بيها. كل ده بجمال. خبر ابيض. كان هو حج 35 مرة. بسم الله ما شاء الله. وجاء بقى هنا لما اختنى بعد المرة 35. اي حمار يخدني. اختنى بعد المرة 35. اي حمار يكون اختنى. جاء بقى في شارع اسمه ابن خلدون في السكاكيني. السكاكيني. واشترى نص شهر. يعني هو قاعد مع واحد صاحبه وسمع بنت بتتعذب في القهوة فصعبت عليه فتزوجها. تاجر الغلة والخيول العربية. ايوه. خلف الجراح الكبير. ايوه. محمود بيوم اللي ما يتخرجش من العصرين ما يشتغلش في العصر. لا سنة واحد. في دوكة.
اشترى نص الشارع. ناحيه منه السكاكين. السكاكين بتاعتك؟ ايوه ايوه. ما احنا كلنا مساكين، العيله كلها وقعد. فقعد في القهوه ليله ومع واحد صاحبه، وصاحبه ده بيحكي له على الجيران. وقال له ده في بنت ابن الراجل. هو كان متجوزه على جديده. كبيره، مش كبيره يعني، بتاع 16 17 سنه، وطول اليوم تعيط والولايه تبهدل فيها ومش عارف ايه. الولايه اللي هي مرات الراجل، ما تبقاش يعني. امها. ايوه مرات ابوه. فقال له هات اتجوزها كمساعده لها يعني، عشان ينقذها يعني من النيله دي، من العذاب اللي عايشه فيه مرات ابوها. فجابها صاحبه، جابها له وجوزها. فدي جدتي. سبحانك يا رب. يعني هو قاعد مع واحد صاحبه وسمع بنت بتتعذب في القهوة، فصعبت عليه فتزوجها. وصارت وخلف بقى هوبا يعني ابويا واخوه تاجر الغله والخيول العربيه. ايوه. خلف الجراح الكبير. ايوه محمود بيوم. ازاي؟ وبعته انجلترا يتعلم طب في سنه واحد. هو خلف دلوقتي محمود بيوم. خلف، ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب على فكره. جد حضرتك محمود بيوم ما كانش يعرف. وبعت ابويا بقى سنه واحد انجلترا عشان يدرس طب، او سنه اثنين ما اعرف. المهم ان ابويا خلص طب والحرب العالميه قامت. رجع الحرب يعني؟ لا ما رجعش. كان هناك لسه. اتزنق هناك ايام الحرب. ما دي بقى اشتغل بقى في مستشفى في ويلز. ويلز اللي هي بالعربي تبقى ويلز. ويلز. والمستشفى كلها جراحه عظام. ايام الحرب العالميه. ما فيش غير جراحه عظام. ما فيش الا عظم متفرك. ده حاجه فله. يعني بحر. خد تمرين كان تحت روبرت جونز اللي هو يعتبر اب جراحه العظام في العالم. روبرت جونز. روبرت جونز. فاشتغل تحت ايده ايام الحرب. جاء بعد الحرب عايز يرجع مصر. فروبرت جونز راح لامي شرب معاها الشاي ولا اقنعي، كان اتجوزها بقى. اقنعي جوزك انه ما. قال لا ابدا. كان اتجوز والده حضرتك السيده هيلين، السيده هدى. هيلين مكاي كان اسمها. هيلين مكاي. ف مرضيش، كان عايزه يقعد بقى معاه في الحياه الخاصه يعني كمساعد اول له. من الخبره اللي اكتسبها. من الخبره، وكان يحبه قوي. فابويا ما رضاش، قال لك ارجع مصر بلدي ولا يعني. طبعا. فرجع مصر. وحاول يخش الاصليني فمنعوه، قالوا لا اللي ما يتخرجش من الاصليني ما يشتغلش في الاصليني. يعني هو عشان شهادته مش متخرج من الاصليني. متخرج من انجلترا. ما ينفعش. شويه ومين؟ طب جاء واحد بروفيسور استاذ من انجلترا انجليزي بيعلم الناس الاشعه، كانت لسه لانج. فعايز مساعد. فحط اعلان في جرايد، فابويا اتقدم. عبط فيه لانه ابويا اشتغل بيه. اشتغل هناك بالاشعه. من زمان طول ايام الحرب. بس فقعد بقى كمساعد للاستاذ ده. خلاص يعني شويه وقال لك امشي. المساعد الانجليزي يعني يرجع بلده. ففي مين؟ ابويا قعد. فدي الطريقه اللي دخل بيها الاصليين. ان اشتغل مساعد للدكتور بتاع الاشعه اللي جه من انجلترا. وبعد كده الدكتور مشي فهو اللي قعد. مفيش غيره. وصارت وبقى من اشهر جراحي. انشا بقى قسم جراحه العظام في اصلا يعني. دكتور محمود بيومي. أيوة. والد الفنان احمد رمزي. هو مؤسس قسم جراحه العظام. مفيش كلام. في القصر العيني. وهو ليه حضرتك الحاجات دي احنا ما نعرفهاش يعني؟ ليه هذه حاجه ما تهمش حد. لا ازاي بقى يعني؟ يعني انت يمكن تهمك بس غيرك ما فرق معاه. لقى البيضه فوق، خده بالشلاليت من فوق لباب الجنين. هشام الهاتم. صالح سليم ابن الدكتور سليم اللي هو كان بتاع مخدرات.
ترتيبك الكام في الاخوه؟ انا الثالث، انا اصغر واحد. فهم انجبوا الاول عمر ده اتولد في انجلترا. اها. بعدين ده مات وعنده 15 سنه الله يرحمه من تايفويد. اها. جاله تيفويد. واخويا استاذ حسن. وبعدين انا اتولدت بعد ما مات عمر بسنتين. يعني انت فرق بين الثلاثة سنة سنة سنة؟ لا انا اتولدت بعد ما مات هو بسنتين، يعني ابقى حسن اكبر مني بتسع سنين، فيبقى هو اكبر مني ب 11. فهمت قصدي حضرتك، فهمت قصدي حضرتك. ما كانتش عايزاني امي. نقف عند دي، يعني ايه ما كانتش عايزاك؟ ابنها مات عنده 15 سنة. فكانت خايفة. مش عايزة. خلاص انا حصل تبقى... اه يعني مش صحيح. عايزه تخلف. فجابت الدكتور شرباجي. الدكتور الشرباجي كان يعني راجل بتاع ستات امراض يعني. نساء. امراض نساء. جابته الفيلا وجاب معاها الفرقه ووضبوا الحكايه على اساس ان انا يعني السلام عليكم. انت كنت رامي ودن بقى من بطنها ولا عندي فكره، هي اللي بتحكي لي. فجاه ابويا رجع يوميها ما تفهمش ليه بدري من العياده ولا سبحان من الله. فلقى البيضه فوق، خده بالشلاليت من فوق لباب الجنينه. والله العظيم. عاوز اقول لك، قال له اوعى ترجع ما اشوفكش انا تاني. واتولد وانا جيت رمزي محمود بيومي. اتكلم بقى عن رمزي محمود بيومي الطفل من ساعة نوعي على الدنيا أرجوك. أنا فاكر. أكيد. والله يا أستاذ رامي. الحاجات دي ممكن أفتكر. اللي بتفتكره؟ يعني كان عندي دادة إنجليزية اسمها ناني هارد كاسل. وكان أصحابي هاشم وهاتم. هاشم وهشام. وحاتم. اللي هم أولاد الدكتور عبد الوهاب مور. وحاتم يبقى أمهات تبقى إخوات. ابن خالته. اي ابن خالته. هو كان المهندس المشهور علي لبيب جابر. وهو كان حاتم جابر. فهي بقى كمانها مش عارف بتلمنا. هاشم هاشم انا هاتم يعني هاشم بقى. هاشم هاشم انا هاتم. هشام هاشم انا هاتم. طب صالح سليم، انا اسمع ان هو كابتن صالح سليم الله يرحمه، انا اسمع ان هو صاحبك من وانت اطفال يعني. الله يرحمه. كنت احبه من ابتدائي مش كده؟ ابتدائي. كنا حضرتك كنت فيكتوريان وهو السعوديه؟ لا لا، انا في ابتدائي الاورمان. الاورمان الابتدائيه. كان عندنا تسع سنين كده. ولعبنا سوا وقتها. حضرتك بتلعب كوره؟ كتير. صالح سليم، احكي لنا شو عن صالح سليم. صالح سليم ابن الدكتور سليم اللي هو كان بتاع مخدرات بتاع التخدير. بتاع تخدير. دكتور تخدير. دكتور مشهور. كان بيشتغل مع والدي كتير يعني. كانوا اصحاب. يبقى دي سبب الصداقه، ان الاب طبيب والاب هنا لا طبيب. لا، سبب الصداقه بيني وبين صالح انه كنا في نفس المدرسه. انما انا كنت صغير على اني اعرف ابويا يعرف ابوه بتاع يعني. هو كمان بس صعبنا احنا بقى. من وقتها كنت تلعبوا كوره؟ كنا بنلعب كوره. كنت كويس انا. لا والله. كنت مركزك يا كابتن رمزي؟ لا كنت وينج ليفت حاجات كده. اصل كان عندي الشمال اقوى من اليمين لغايه ما رحت فيكتوريا. فجاء بارك هاوس كان المدرس بتاعنا. وقال في عنده حاجه اسمها البوكس، صندوق. قال لي تخش البوكس ده ما تطلعش. اداني كوره قال لما رجلك دي تكون زي دي تعالى لي. ده طرق. فهمت. هي كده قدره على الاستخدام يعني. عشان ما يبقاش في فرق في الاثنين. مهم جدا. تلاقي هنا لعيب الكوره يباصي كده ليه؟ ما هي صح ببطن الرجل. الرجل. صح. تاخد بالك بس هم بيعملوا كده ليه؟ عشان الشمال مش نافع ميتك. انت الشمال يعمل لك. اي المفروض. قال لي لما الاثنين يبقوا زي بعض تجيني. لما الاثنين يبقوا زي بعض. لعبت بطولات مدارس انت كابتن صالح يا استاذ رمزي؟ لعبنا في النصريه في الاورمان. في الاورمان. وبعد كده لعبنا ثاني في كليه التجاره. في
كليه التجاره. التجاره بس ما لعبتش كاحتراف في نادي يعني؟ في نادي لا عمري. هو صلع من يومه كان بيروح اهلي ومش اهلي بس ما عملتلوش مشكله انه يلعب كوره كابتن صالح وهو بيذاكر وما ده زي عندنا دلوقتي الولد لما تلاقيه غاوي رياضه تلاقيه مش قادر يبص. احنا وصلنا التجاره متاخرين. متاخرين قد ايه؟ 3 سنين على الاقل. ما هو انا قعدت 3 سنين في الطب وبعدين رحت تجاره. هو بقى كانوا بيسقطوه في السعوديه في المدرسه عشان كوره. كان نوع الشقاوة يا أستاذ رامز؟ سرق التفاح. نطينا من فوق سور على الأقل 2 متر تصدقني. يا نهار أبيض. تطرنا. يا روح ما بعدك روح. إحنا إزاي ما نعرفش الحاجات دي؟ أنا عايز أعرف حضرتك إزاي ما حدش يعرف عنك الحاجات دي؟ طب مين اللي كانت بتندالك يا رمزي وشافتك وأنت طفل؟ دي أم كلثوم. الله احكي لي بقى. يعني خسر 250 ألف جنيه في ساعتين. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي في حياتي. بطلت حاجات كتير قبل ما أسافر.